اهلا بكم وحلقه جديده وكلام من القلب. لقاءنا النهارده هيكون مع مجموعه من طلبه كليه صيدله وعن تنظيم مؤتمر اسمه فوكس. تنظيم المؤتمرات بيلزم حاجات كتير جدا والاستعداد في نقط مهمه جدا، وبرده تهيئه ثلاث مراحل ليه عامه هنفهمهم مع بعض اكتر بعد ما نتعرف عليهم. معايا فاطمه. ازيك يا فاطمه؟ معايا اميره. معايا شك. انا صنادق. احنا اتفقنا نبدا مع فاطمه عشان ازيك يا فاطمه؟ الحمد لله. كويسه؟ الحمد لله. حلو. قولي لي ايه فوكس ده الاول؟ هو فوكس ده مؤتمر علمي. ده المؤتمر اللي انتوا بداتوا تنظموه او نظمتوه؟ هو مؤتمر علمي، هو دي السنه الرابعه ليه. كانت عمل 3 سنين قبل كده، دي السنه الرابعه على التوالي. هو فوكس مؤتمر علمي بيتكلم عن، السنه دي كان بيتكلم عن امراض القلب، السنه اللي فاتت كنا بنتكلم عن الانكولوجي. تمام. ده مؤتمر علمي. بالظبط. احنا النهارده بنتكلم عن التنظيم بتاعه، صح كده؟ طيب انتوا داخل طلبه داخل الاتحاد المصري، صح كده؟ ايه الاتحاد المصري؟ وبح واحده واحده. الاتحاد المصري لطلاب كليه صيدله. هو احنا بنندرج تحت امبريلا اسمها اي بي اس اف. اي بي اس اف دي اختصار ايجيبشن فارماسيوتيكال ستودنت فيدريشن. احنا موجودين في 34 جمعيه على مستوى مصر. حلو. واحنا يعتبر ممثلين السنه دي. طيب واحده واحده. احنا الممثلين السنه دي للاتحاد في اسكندريه. يعني انتم ممثلين الاتحاد جوه اسكندريه هناك؟ بالظبط. حلو. هنقل لاميره. اميره، التنظيم المؤتمر انتوا ليه اخترتوا تنظيم المؤتمر، ولا هو بيبقى حاجه دوريه على مجموعه من الطلبه؟ ايه اللي خلاكم تبداوا تنظموا المؤتمر؟ تمام. هو مؤتمر فوكس مش بيتعمل بس في جامعه اسكندريه، هو بيتعمل على مستوى 34 جمعيه على مستوى مصر. تمام. بيبقى كل جمعيه بتقدم نفس التوبكس بتقدمها لطلبه الكليه الموجوده عندنا. تمام. فهو بيكون موجود عندنا من الاتحاد، بينزل لنا المؤتمر بالتوبكس بتاعته، واحنا بناخد المؤتمر بنشتغل عليه على تنظيمه من اول لاخر فروم اي تو زي. يعني بينزل واحده واحده على كل الكليه او كل فريق او كل جامعه؟ كل جامعه بتنظم المؤتمر ده وبتقدم النولج بتاعته لطلبه الكليه الموجوده عندها. على مستوى 34 جامعه على مستوى مصر بيكون موجود مؤتمر فوكس بيقدم النولج بتاعته لاكثر من 3400 طالب صيدله على مستوى مصر. تمام. المؤتمر 3 مراحل، وانا غلطان في كلامي ولا كام مرحله؟ تنظيمه. اوكي. تنظيمه هو عموما بيبدا الاول حاجات اللي هي الاونلاين، بنبدا ان احنا نعمل زي بروموشن للمؤتمر، بنبدا نعرف الناس عليه على السوشيال ميديا. بعد كده بنبدا مرحله اكسكيوشن للمؤتمر بعد ما نكون حضرنا واتكلمنا. بالظبط. بعد ما نكون حضرنا واتكلمنا مع الدكاتره اللي هيكونوا بيشرحوا في المؤتمر وهكذا. ونكون جهزنا التوبكس والليرنينج اوبجكتيفز والحاجات دي كلها. بعد كده بنبدا الاكسكيوشن، ان احنا بنكون ايا كان في المكان اللي احنا بنكون. كده في مرحلتين اكسكيوشن، يعني اكسكيوشن الاولاني. بتبقى بريباريشن، ان احنا بنحضر للمؤتمر. حلو. يعني انا يبقى نقول بروموشن بريباريشن بعد كده اكسكيوشن. بالظبط. يعني الاكسكيوت ده التنفيذ خلاص. الاكسكيوشن ان احنا هننفذ المؤتمر خلاص. بنكون بنبدا ان هو على حسب احنا محددين هو كام يوم، 3 ايام 4 ايام على حسب. دي بيكون فيها السيشنز اللي بتتشرح او الدكاتره اللي هم بيجوا بيشرحوا السيشنز دي للطلبه. وبعد كده بنبدا بنخلص مرحله السيشنز والاديوكيشن بيتقدم كله للطلبه. بنبدا المرحله اللي بعدها وهي المرحله الاخيره واللي هي الكومبيتيشن او المسابقه اللي بتحصل بعد المؤتمر. ان احنا كده 4 مراحل عندي. بالظبط. وانا غلطان؟ بالظبط. هي اخر مرحله بريباريشن اكسكيوشن بعد كده كومبيتيشن. تمام. في مرحله الكومبيتيشن بقى بتبدا اميره ان هي بتقدم للطلبه اللي موجودين في المؤتمر حابين يدخلوا المسابقه، بتبدا تقدم لهم ال. طب بصي قبل ما نروح للكومبيتيشن. تمام. عندك ال4 مراحل دول. انتوا الاول السؤال برضو اللي عايز افهمه، نزل المشروع على كليه صيدله عندكم. ليه انتوا الثلاثه او انتوا المجموعه بتاعتكم اللي دخلت فيه، تمام، مش مجموعه ثانيه، ولا هو بيتم الاختيار من بره؟ هو المؤتمر ولا انتوا بتعرضوا انك كنتوا هتبداوا فبيتم التداول معاكم؟ لا، هو المؤتمر ده بيكون للاتحاد المصري لطلاب صيدلة. زي ما فاطمة قالت، هو الاتحاد المصري في 34 جمعية. احنا الممثلين في الاتحاد في الجامعة بتاعتنا، فبنبدأ ان هو بينزل لنا عشان اجندة من الاتحاد على مستوى مصر كلها. وبنبدأ ان احنا ناخد الاجندة دي وننفذها. فالمؤتمر احنا بنعمله يعني تبع الاتحاد المصري. طيب فاطمة، كل دور
في انا اسف في بروموشن اللي هو معرفه الناس بيه، بعد كده مسؤولة عن بريباريشن، بعد كده اكسكيوشن، بعد كده كومبيتيشن. انت دورك ايه بالظبط في الموضوع أنا المفروض مسؤولة الماركتينج، فأنا مسؤولة عن البروموشن. ماركت يعني بروموشن، تعرفي الناس بالظبط، بيه كلهم. أعرف الناس بقى على السوشيال ميديا بلاتفورمز بتاعتنا كلها. إحنا مش عندنا يعني مثلا مش بنشتغل على فيسبوك بس، بنشتغل على فيسبوك، انستجرام، تويتر، لينكد إن، السوشيال كل ميديا السوشيال ميديا كلها. إحنا أنا ك مفيش دايركت كونتاكت يعني عندكم في الجامعات والكلام دوت كله، لا تبليغ لا الاتحاد بننزل الاتحاد الاتحاد لا بز يعني قصدك هل فيس كونتاكت فيزيكال كونتاكت في اوفلاين بروموشن بقى؟ يعني دي مرحله الاونلاين. انا دوري برضو كماركتنج، انا دوري مش بيقتصر على اونلاين بروموشن بس، ليا دور في الاوفلاين بروموشن كمان. في عندنا لجنه اللي هي المساله مسؤوله اللي هي ال او سي لوجيستكس اند اورجنايزيشن اند ماشي اورجنايزنج، ماشي. دي المفروض بتبدا يعني اكتر يعني بتبقى المفروض قولي عادي هي المسؤولة عن الماتيريالز اللي بتكون موجودة في تمام الاوفلاين بروموشن تمام والكلام ده. كذلك ماركتنج بقى بيكون دوره ان هو بيكون بيضيف افكار في الاوفلاين بروموشن ده، وان احنا ازاي نكون بنأتراكت الناس او بنجذبهم ان هم يكونوا في الطلبة في الكلية يسمعوا عن اللي احنا بنتكلم عنه والكلام ده. بلس ان احنا مش بننزل اوفلاين بروموشن في الكلية بس، احنا مش الايفنت ده او المؤتمر ده مش عشان طلبة الكلية بس، احنا فيه بننزل اويرنس في نوادي، في اماكن عامة، ده مش بنوعي. صيدلة بس يعني حلو هو المؤتمر مش مقتصر على طلبة صيدلة بس، مقتصر على بيبقى شامل بقى شامل مش مقتصر. الناس كمان. احنا السنة دي كنا بنتكلم عن كارديو فاسكولار ديزيز، امراض القلب، فاحنا يعني طلبة صيدلة المفروض يكون عندهم وعي بحاجة زي كده، بلس الناس اللي في البابليك بقى، الناس العامة اللي اكيد اكيد حد يعني معنى كده حوالينا. ان المؤتمر فيه فيه نوعين من المعلومات، معلومات بالظبط متخصصة يفهمها المتخصص، ومعلومات عامة يفهمها الناس بالظبط العامة، بالظبط صح كده؟ صح كده طيب انت مظبوط. حضر كان في ردود افعال عليكم او على المؤتمر او على التنظيم، ولا ما حضرتيش الكلام ده كبرومو كسوشيال ميديا؟ لا انا طبعا بكون موجوده من اي تو زد، موجوده من البدايه، من اول مؤتمر ببدا اعمل له بروموشن، بلس ايه ان انا ردود بعمل له الفعل؟ كافريج، ايه بعمل ردود الفعل عليك؟ يعني كل الناس كانت مبسوطه بالمؤتمر، كل حلو. الطلبه اللي كانت موجوده ادتنا فيدباك حلو جدا ان هم كانوا مبسوطين طب واستفادوا منه. البابليك بقى اللي بره، الطلبه وبره المتخصصين، هو المفروض بقى اميره هي اللي بتنزل معاهم، حلو. اكتر في ده مسؤوله بالنسبه انها لامير. توصل لهم المعلومات بقى بالظبط وكده. طيب انا كده فهمت دور فاطمه. انت يا اميره ودورك ايه بالظبط في المؤتمر؟ هو انا المسؤوله عن المؤتمر كله، يعني هو المؤتمر بيخص لجنتي اللي هي لجنه التعليم الصيدلي. هو الاتحاد المصري لطلاب كليه الصيدله بيشتغل على 3 اسبيكت، بيشتغل على الكوميونتي اللي هو المجتمع، بيشتغل على طالب كليه صيدله، وبنشتغل على الاورجانيزيشن نفسها اللي احنا موجودين فيها، بنشتغل انترنال عليه. فانا دوري اللي هو اسبيكت طالب صيدله، فانا مهمتي في المؤتمر ده ان انا بقدم له المعلومات اللي هو محتاجها عن طريق السيشن اللي بتقدم والورك شوب اللي احنا بنعملها. بعد ما قدمنا له المعلومات دي بنقدم له كومبيتيشن كابلكيشن وتطبيق على المعلومات اللي اخذها. وبعد الكومبيتيشن الوينرز بتوعها بيروحوا تدريب، سواء بقى تدريب في مستشفى او تدريب في مجال يخص مجالات كليه صيدله معنى على كلامك حسب. ان الكومبيتيشن حاصل على الطلبه، طبعا الكومبيتيشن ده بتكون بعيد للطلبه عن بس، البابليكس اللي هم اللي لا بياخدوا المعلومه. بالظبط الكومبيتيشن بتكون للطلبه اللي هم حضروا المؤتمر. البابليك بقى احنا بننزل اويرنس. هو المؤتمر لازم يكون فيه حاجه اسمها اللي هي سوشيال ريسبونسبيلتي للمجتمع اللي حوالينا، ان احنا نقدم قضيه من قضايا اللي بتواجه مجال الصيدله بوجع عام. فاحنا السنه دي في المؤتمر كنا بنتكلم، كنا مهتمين بقضيه الاي ام ار اللي هي الانتي ميكروبيال ريزيستنس اللي هي مقاومه المضادات الحيويه وامراض الضغط. واحنا عملنا على الشعب بتاعنا ما شاء الله جاله صداع خد مضاد. بالظبط اللي هو مضاد حيوي. للصيادله على فكره ده بجد والله اقرب حاجه اقول لك خد مضاد، مع العلم المضاد بره ده تجريم. يعني بره في بالظبط دول هو لما تروح المستشفى يديك المضاد، غير وده كده مش دورنا، هيدوه لك. وده دورنا في الاتحاد المصري لطلاب كليه الصيدله، ان احنا بنشوف الحاجات الغلط وبنصلح المسكونسبشن اللي كان موجود. السنه اللي فاتت كان القضيه اللي احنا مهتمين بيها اللي هي الروشته المكتوبه خطا، طلعنا بالترند، كان ترند قوي على تويتر، وخدنا وكان ترند رقم واحد على تويتر ان الروشته المكتوبه خطا، واحنا عاوزين نمنع الروشته المكتوبه بحيث ان هي تكون روشته مطبوعه ونقلل الاخطاء اللي هي بتحصل على تقصدي بسبب الخط بالظبط اللي هو الاخطاء اللي بتحصل بسبب ان في مثلا صيدلي او شخص موجود قرا في حاجة عن الصيدليه مش حاجة؟ عارف يقرا الدواء بسبب ان هو الخط مكتوب مش كويس. فاحنا كل سنه بيبقى لنا قضيه معينه بنشتغل عليها. السنه دي اشتغلنا عن امراض الضغط ومقاومه المضادات الحيويه، فده بيجي دورنا في التوعيه. بنعمل توعيه لطالب صيدله، بننزل عندنا في الكليه بنعمل له توعيه على المرضين دول او المشكلتين دول. بعد كده مرض بننزل الضغط بقى ده اكثر انتشارا، ده سايلنت كيلر يعني بالظبط بيموت ومش هو جريان. على مستوى العالم، وسواء طبعا في مصر هو من اخطر الامراض. فاحنا بنعمل لهم توعيه عن خطوره المرض، ازاي يواجهوه، ازاي نقلل من حدوثه عن طريق العادات الصحيه اللي احنا ممكن نتبعها. ده سواء للمجتمع اللي هو البابليك او سواء لطالب كليه تمام. الصيدله الموجود عندنا في الكليه. طيب شاهد انت دورك كان ايه في المؤتمر؟
دوري من المؤتمر العلاقات الخارجيه، اللي هو اولا مثلا احنا بكون ببلغ الكليه ان احنا عندنا مؤتمر، فبنبدا نتناقش في الاجنده بتاعه المؤتمر ماشي. وهيكون بيتشرح فيه ايه وهكذا، فباخد موافقه الكليه. حلو. بعد كده ببدا ان انا اشتغل على الليرنينج اوبجكتيفز او سيشنز اللي عندنا، تمام، اللي هي ببدا الماتيريال. بالظبط ببدا اخدهم من اميره وابدا اعرف احنا محتاجين سيشن كذا وكذا وكذا، فببدا اشوف انستراكتورز او دكاتره انكم ما يكونوا بيشرحوا السيشنز دي. ودي طبعا بتبقى اهم بوينت واهم حاجه، ان احنا نكون بنجيب دكاتره يكونوا يقدروا يوصلوا الفكره بشكل كويس للطلبه، بلس ان احنا بنبدا ان احنا نقدم سيرفيس للمؤتمر نفسه، ايا كان السيرفيس، يعني هي بتبقى ليها اشكال مختلفه، زي مثلا ان يكون في خصومات من اماكن حوالين الكليه او كده. ماشي. بلس اهم حاجه طبعا ان هو في فتره اللي هي في المرحله بتاعه الكومبيتيشن احنا بيبقى عندنا وينرز، في بيبقى في 3 وينرز على مستوى اسكندريه وبعد كده بيتصعدوا للجمهوريه. فالثلاثه وينرز اللي على مستوى اسكندريه دول بيبقى مسؤوليتي ان انا اكون بجيب لهم حاجه زي مكافاه. فالمكافاه بالنسبه لنا بتكون تدريبات، ان احنا بنحاول نوفر لهم تدريبات سواء في مجال الصيدله الكلينيكيه او في مجال الصيدله الصناعيه، على حسب بيكون الثيم بتاع المكافاه كل سنه بيكون عن ايه. تمام، هو دوت الدور الرئيسي بتاعك في المشروع. بالظبط. طيب شايفه مردود مؤتمر زي ده ممكن يؤهل ان هو يعمل توعيه فعلا زي ما انتوا كنتوا او انتوا ناويين او انتوا شغالين نعمل توعيه للناس والكلام ده وتستفيد بيه غير الطلبه؟ الطلبه كده كده في الصيدله يعني او ايا كان الكليه الطبيه او صيدله او طب او الكلام ده كله يعني اعتقد بنسبه 95% انا ما اعرفش طبعا، بس انتوا بتدرسوه يعني ده بيدرس، تمام؟ غير الببليك، الببليك في ناس كتير ما تعرفش معلومات كتير قوي عن الكلام ده. شايفه ممكن حاجه زي كده كمشروع ونجاح مشروع زي ده ونجاح تنظيم المؤتمر زي ده يشجعكم انكم تعملوا بعد كده تزودوا منه؟ هو كل سنه مره؟ هل ممكن يبقى في فكره ان يتعمل مره ثانيه سيمينارز صغيره مش عارف ولا لا كده كفايه؟ هو احنا بالفعل بيبقى في حاجات يعني حتى لو ما اندرجتش تحت كلمه مؤتمر او ايفنت، ممكن نعمل حاجات زي سيشنز ممكن تكون بتتقدم للطلبه. احنا اوريدي يعني لو حاجات بقى خاصه لو هنتكلم من ناحيه البابليك وحاجات انا بتكلم عن البابليك، من ناحيه البابليك احنا مش بس بس طالما انتوا كده بتدرسوا بالظبط من ناحيه التعليم الصيدلي، احنا كده كده مش قصدي لجنه التعليم الصيدلي مش هي بس المسؤوله ان هي تكون بتمد، يعني مثلا لو في مؤتمر معين في يعني معلومات المفروض نكون وصلها بالبابليك وكده، في عندنا لجنه تانية، عندنا لجنه البابليك هيلث دي اصلا هي المسؤوله عن فكره الصحه العامه وفكره ان انا اكون بنشر فكره الهيلثي لايف ستايل والحاجات دي كلها، الثقافه العامه اللي هي الصحيه بالظبط. فاحنا بيبقى في عندنا يعني ايفنتات كتير او كامبينز كتير بنشتغل عليها على مدار السنه. حلو. مثلا زي البلاد دونيشن، احنا بنوعي الناس بفكره التبرع بالدم. اوريدي بننزل في الكليه وبننزل في اماكن بابليك وبننزل في نوادي وبنجمع فعلا عدد اكياس دم كويس، واحنا السنه دي الحمد لله يعني جمعنا عدد اكياس دم كويس جدا. فيعني مش بس لجنه التعليم الصيدلي مسؤوله عن كده، كمان بابليك هيلث بتسال بتنزل البلاد دونيشن، بتنزل ممكن ننزل قوافل طبيه، ممكن كمان بننزل دور ايتام، ممكن ننزل دور مسنين، حاجات من دي. يعني انتوا شغالين بره زي ما انتم وعلى سيشنز مش بالظبط. احنا المفروض كاتحاد او كجمعيه احنا مش مقتصرين على كام لجنه، احنا المفروض 10 لجان، كل لجنه ليها دور، بلس ان بيكون في بريزدنت. احنا البريزدنت الرئيس بتاعنا السنه دي مستر عبد الرحمن زاهر، هو البريزدنت بتاعنا يعني الرئيس بتاعك. بالظبط. هو بس يمكن ما قدرش يكون موجود معانا النهارده عشان مشغول. بالظبط. طيب اميره ايه اكتر مش هقول اخطاء، ايه اكتر المشاكل الاكثر شيوعا في الجزء الخاص بالصيدله من الصيدلي للجمهور والعكس؟ هي المشاكل اللي بتواجه مهنه الصيدله شيوعا اكثرهم شيوعا هو الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيويه، اوكي، ومشاكل الروشته المكتوبه والميسكونسبشن اللي بيحصل، وقله النولج ان طالب صيدله ممكن ما عندهوش النولج الكافيه ان هو يتعامل بطريقه صح مع بس بيقول بالظبط. فاحنا دورنا ان احنا بقى نعوض ده كله، دورنا ان احنا نصلح الاخطاء، نقدم له المعلومات اللي هو محتاجها. زي ما قالت فاطمه، هو مش بيقتصر بس ان احنا بنقدم مؤتمرات، لا احنا بنكون موجودين سواء حملات توعيه بالتبرع بالدم، احنا بنعلي النولج سواء بتاعه المجتمع او بتاعه طالب صيدله، فاحنا بنعلي نولج المجتمع من خلال لجنه الصحه العامه
وأهمية التبرع بالدم، أهمية التبرع بالبلازما. السنة اللي فاتت نزلنا حملة تبرع بالبلازما، دورنا في المجتمع اللي حوالينا والكلايمت تشينج والمشاكل اللي بتواجه العالم، فاحنا بنكون مواكبين لكل الحاجات اللي بتحصل. احنا بس مش بنشتغل الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، مش بنشتغل بس على مستوى مصر، لا، احنا تحت امبريلا اي بي اس اف اللي هو الانترناشونال فارماسيوتيكال ستودنت فيدريشن، الاتحاد الدولي لطلاب كلية الصيدلة، يعتبر اي بي اس اف ممبر هناك. فاحنا بنبتدي نواكب اللي هي المشاكل اللي بتواجه العالم او بتواجه طالب صيدله جوه مصر، بنبتدي نشتغل عليه. طيب في مشكله كانت شائعه قوي في مصر كده من فتره، اللي هو الاعطاء الحقن، اللي هو الحقن، اكيد انتوا حضرتوا المعلومه دي. بس بدون التطرق ليها بشكل كامل، تمام؟ هل الصح ان هو الصيدلي يبقى عنده الاثوريتي، لان كنتوا اعتقد بتتعلموه، ما اعرفش صح ولا غلط برضه، عنده الاثوريتي ان يدوا الحق الحقنه لشخص ما محتاجه داخل الصيدليه، ولا ده غلط زي ما بيتقال ويتوجه للمستشفى بس؟ هو رأيك الشخصي عادي، رأيي الشخصي او الرأي العلمي كمان، ان في اصلا نوع من انواع الحقن او المضادات الحيوية بتعمل الحساسية، الحساسية دي ما بتتلحقش غير بمواد، بالظبط، غير بمواد اصلا موجودة في المستشفى. فهو ما ينفعش ناخد مثلا حقنة في الصيدلية فالمريض يحصل له حساسية فجأة، بالظبط، انا مش هعرف الحقه في الصيدلية. حتى لو لحقته بيكون الموضوع محتاج تعامل بشكل اقوى في المستشفى. فهو فانت يعني شايفه انه الصح يبقى في المستشفى؟ لا، ما ينفعش المستشفى اكيد طبعا. صح كده؟ انت كان ليك تعليق تاني عشان انت ضحكت كده نفس الفكره برضه. صح، يعني هو الصح ان هو في المستشفى، بالظبط، عشان لو حصل اي حاجه يبقى تتدارك. هو الغرض الاول والاساسي ان هو سلامه البيشنت او المريض. طب فطبعا حتى لو حاجه دي مثلا ممكن تاخد وقت ان هو يروح المستشفى او مكلفه، بس يعني هي في الاول وفي الاخر بتضمن سلامه، حتى لو عندك القدره ده الاهم، بلاش، لكن ده سلامه المريض مش ليك انت، بالظبط. صح كده؟ طيب بالنسبه لتنظيم المؤتمرات والكلام ده كله، ايه اكتر حاجه شايفاها مهمه او صعبه داخل هذا التنظيم؟ بالنسبه لتنظيم المؤتمرات من ناحيه التنفيذ نفسه، ان احنا مثلا بنعمل بري بلان وبنجهز نشوف المؤتمر ده هيبدا يتكلم عن ايه او كده. بس مش اعتقد ان كتر عملت بريبير كويس والخطه واضحه باسامي بالاكسكيوشن سهل، هي ولا مش شرط؟ هتيجي المشكله الثانيه، ان احنا الاكسكيوشن ما بيعتمدش علينا احنا بس، الاكسكيوشن بيعتمد على العامل البشري، والعامل البشري متغير، ممكن يتعب، ما يجيش، بالزبط، ما يردش، بالظبط. هي دي بالمشكله الازليه اللي بتقابلنا دايما، ان هو مثلا انستراكتور ممكن يكون يلغي معانا في اخر لحظه او يتعب، بالظبط، ان احنا نكون عايزين مثلا اشخاص معينين، والاشخاص دول هيكونوا مثلا ما بيشتغلوش الفتره دي، او ان احنا نكون عايزين مثلا نجيب تدريبات فالمكان ما يكونش بيوافق، صح، دي او اكتر المشاكل، او تصريح مثلا من المكان اللي هيكون فيه المؤتمر والتصريح ما تمشيش. يعني هي مرحله الاكسكيوشن بتكون في هي فيها كل الحاجات اللي بتبقى اخطر بالنسبه للمؤتمر. مشكله قابلتك في المؤتمر ده بالذات واتحلت؟ بالنسبه للمؤتمر ده بالذات، ان احنا نلاقي عدد دكاتره كافي ان هو يكونوا بيشرحوا السيشنز، لان الفتره دي كانت بالنسبه لنا كنا داخلين على فتره امتحانات، فكانوا الدكاتره مشغولين شويه في ان هم يكونوا بيحطوا الامتحانات او اللجان والحاجات دي. طب ما كانش ينفع يتعمل شيفت المؤتمر شويه بعيد عن الامتحانات، ولا ده ما هو شيفت بعدها شويه هندخل في الامتحانات الفاينل؟ يعني احنا كنا ساعتها بادئين في امتحانات العمل. يعني كده كده امتحانات فاينل، بالظبط. فساعتها كان صعب قوي بالنسبه لنا ان احنا نلاقي دكاتره بعدد كافي ان هو بالظبط ان هو يكون بيشرحوا في المؤتمر. بس الحمد لله، يعني كنا حتى لو الدكاتره اللي هم بيرفضوا فبنطلب منهم ريكومنديشن لدكتور تاني يكون مثلا فاضي او كده، لحد ما قدرنا الحمد لله ان احنا نجيب دكاتره يكفوا السيشنز كلها، وان هم كانوا بصراحه يعني كان الفيدباك عن الدكاتره اللي موجودين كانوا كويسين جدا. حلو جدا. طيب فاطمه، بالنسبه للدكاتره والطلبه والبابليك الثلاثه مع بعض، تمام؟ في احيانا دكاتره في بيبقى شايف ان هو لا ما بيتكلمك، انا بتكلم عامه شخصيات، يعني ما يجي يتكلم مع الطلبه او دكاتره زي انت اكيد عارفه الكلام ده، تمام؟ وفي طلبه تبقى شايفه ان هو لا، الاحتكاك بالطلبه فقط ومع الدكتور، البابليستي معايا لا، وفي بابليستي بيبقى ممكن يستصغر الموضوع بناء على ثقافته العامه، تكون ثقافته كويسه جدا وبيقرا كتير جدا فيشوف الموضوع، انا ما اقصدش حاجه بس يقول ده عادي، يعني انتوا بتتكلموا في المانجمنت بتاع الثلاثه دول ازاي، ولا كل واحد بيبقى منفصل لوحده؟ هو بالنسبه لفكره ان الدكتور يكون موجود في الايفنت ده عشان يشرح السيشن دي، هو كان في ناس كتير من الكليه، يعني كان في اوريدي معيدين من الكليه عندنا،
دكاتره من الكليه، فهم يعني هو اصلا دي طبيعه شغلهم، طبيعه شغلهم في الكليه ان هم كده كده بيدوا محاضرات في الكليه، بيتعاملوا مع الطلبه موجود. اغلب الوقت كده موجود. موجود. فكمان ما كانش في ناس بس من الكليه عندنا، كان في ناس من كليه طب بشري بس، يعني الدكاتره كانت موجوده، كانت مرحبه جدا بالموضوع، كانت مبسوطه بيه لما شافت ان العدد كويس كتير حاضر يشجع طبعا. وكمان الفيدباك اللي هم شايفين الطلبه مستمتعين، بلس ان احنا كمان ما كانش الموضوع بيقتصر على ان انا بندي سيشنز بس طول اليوم، احنا كنا مثلا بعد ما السيشن تخلص والدكتور يدى السيشن بتاعته ويدى المعلومات بتاعته، بنعمل اكتيفيتي عليها، بنبدا نطبق عليها بقى، احنا حلو بنعمل ده. الحين الاكتيفيتي، فالدكاتره كانوا بيفضلوا موجودين معانا في فتره الاكتيفيتي، كانوا مبسوطين جدا بيها ان احنا عاملين كويز مثلا، جايبين يعني بنتفاعل مع الطلبه الموجوده، بونبوني كلام من ده. ايوه صح كده، صح فالموضوع يعني كان بيبقى لذيذ جدا، هم نفسهم كانوا مستمتعين، ما كانش الموضوع مقتصر على كويز بس، لا كان هم يعني المعلومات اللي اتقدم لهم في السيشن اللي فات بقى بيبداوا يطبقوها، يعملوا يمثلوا كيس معينه ويبداوا بقى يشرحوها حلو والكلام ده حلو يطبقوها كده، حلو. فهم بصراحه يعني كان في ناس كتير كانت مبسوطه جدا بالموضوع، وده دليل ان هم تفاعلوا اصلا في الاكتيفيتيز، يعني هم لو شايفين الموضوع بالنسبه لهم مش هيدفعوا. مش هيتفاعلوا الاكتيفيتيز، وهيقوموا يمشوا في البريك، مش هيحضروا ويجوا على السيشن اللي بعدها مثلا، او ما يجوش اصلا. فاحنا فضلنا على مدار ال4 ايام، كان الناس كانت بتحضر، ناس كتير جدا كانت بتحضر من اول يوم لحد اخر يوم، يعني احنا يعتبر كنا بنبدا بدري، كانوا بنلاقي جايين من قبلها، يعني قبلها نص ساعه، قبلها حلو بساعه حلو اصلا موجودين، مش مضطرين، مش مستنيين احنا نبدا، فيجوا بعدنا من كتر ما هم متحمسين ومبسوطين بالموضوع. فاحنا الحمد لله قدرنا على مدار ال4 ايام نقدم سيشنز كويسه، الاكتيفيتيز بتكون كويسه، وكمان الموضوع ما كانش مقتصر على كارديو فاسكولار ديزيز بس، كان في ورك شوبس ثانيه بقى، نيوتريشن، فيرست ايد، وكمان يعني سيشن الفيرست ايد ما كانوش مجرد ان هم بياخدوا معلومات حفظ وخلاص، لا كانوا بيطبقوها حلو. على نفسهم. الانستراكتور اللي كانت موجوده كانت بتخليهم يطبقوا على بعض، يطبقوا على مريكان كده، فكان الموضوع بالنسبه لهم مش حاسين ان هم موضوع ممل بياخدوا معلومات وخلاص، لا كانوا بيطبقوها كمان على ارض الواقع، فكان سيشن طيب مثمر. المؤتمر ده او الموضوع بتاع الاتحاد ده هو في اسكندريه بس ولا السنه دي في اسكندريه؟ لا هو احنا اللي هي اصل انا شاهد قالت لي كلمه، قالت لي 3 طلعوا من اسكندريه يتصعدوا على للجمهوريه، بالظبط، فده انا بالنسبه لي معناه ان هو اسكندريه فقط. لا واحنا المؤتمر كان بيتقدم على مدار على مستوى ال 34 جامعه، احنا 34 34 اتحاد موجود في 34 كليه صيدله مستوى مصر، قسمة فهو اسكندرية. لا مش قسمه اسكندريه، بيطلع من كل حد من 34 بيطلع منهم، بيطلع من الثلاثه، والاول فيهم بقى بيبدا يتصعد من 34 على اوكي مستوى الاتحاد، فهمت، يعني 3 من كل كلية من ال 34 بعد كده بيتم الكومبيتيشن بينهم وبين بعض. يعني ثلاثة بنطلع ثلاثة على مستوى اسكندرية، اوكي خلاص دول الوينرز في اسكندرية، حلو. بنطلع منهم بواحد بقى يطلع على مستوى الاتحاد بقى. طب الواحد ده بيتم اختياره ازاي؟ هو بيبقى على حسب كريتيريا معينة. لان هي شهادة قالت لي 3 بيطلعوا بيتصعدوا، ودلوقتي اللي فهمته انهم لا 3 بيطلع منهم واحد. بيطلع منهم واحد على مستوى مصر، على مستوى كومبيتيشن بقى بين ال 34 جامعة، الواحد ده بيتم اختياره عن طريق كريتيريا معينة. هو الكومبيتيشن بتكون عبارة عن كيس، بتبقى ليها مراحل معينه، اول حاجه ان هو بياخد الكيس، بيبتدي ان هو يعمل سيرش على الساينتفك ويب سايت الموجوده، يبتدي ان هو يحل الكيس دي، بعد كده بيكون الكومبيتيشن بتكون عباره عن ريل سيميوليشن للحاجه بتحصل في ارض الواقع، بتقابل كلينيكال فارماسيست، فهو خد الكيس ابتدى يحلها، بعد كده بيروح لفيزيشن، بيبتدي يسال فيزيشن الحاجات اللي هو فيزيشن الدكتور الدكتور بيبتدي يساله الحاجات اللي هو عايزها، بعد كده بيروح للنيرس، بيبتدي يسال لو عنده اسئله للنيرس، بعد كده بيروح لاهل البيشنت، بيبتدي يسالهم، بعد كده بيوصل بيعمل كونكلوجن وحاجه معينه، وقدر هو يوصل لها من المراحل اللي هو مر بيها، سواء مرحله السيرش او مرحله الفيزيشن او النيرس او البيشنت، بيبتدي يعمل الكونكلوجن بتاعه ويحل الكيس، بعد كده بعد ما يحل الكيس بيكون معاه بيشنت بروفايل، بيبتدي ان هو يقراه كويس ويوصل لحل الكيس تمام. بتاعته، بعد كده يعمل برزنتيشن للكيس بتاعته اللي حلها في 5 دقائق قدام دكتور من الجامعه عندنا، فهو بيبتدي يقيمه على حسب كريتيريا معينه بتكون فهمت. متحدده من قبلها. طيب شاهد، بالنسبة للمؤتمر ده هو بيتكلم عن مرض معين زي ما قالت فاطمة اللي هو القلب، هل في نية مثلا قدام شوية كالمؤتمرات ديت ان هي ممكن تتوسع اكتر في النطاق الامراض اللي بتتناقش، وبالتالي طبعا توسعت لكل ال4 فروع اللي انت قلتيهم بما فيهم الوقت بما فيهم حاجات كتير جدا، ولا لا الصح انه يبقى بيريودكلي كل مرة حاجة واحدة؟ هي الفكره كلها ان المؤتمر اسمه فوكس، فاحنا تركيز. بنفوكس على سكوب معين، يعني مثلا السنه اللي فاتت احنا كان التوبيك العام كله الانكولوجي او علم الاورام، بس عملنا فوكس اكتر على مثلا اورام الثدي او كده. فهمت. السنه دي هي امراض امراض القلب. القلب، بس برضو بنفوكس على توبكس معينه، مثلا الذبحه الصدريه او الضغط وهكذا، فهو كل سنه بيبقى فيه وانت شايف هذا الصح؟
الفوكس عشان تبقى معلومه مكثفه وواضحه. بالظبط بالظبط، ان يعني هو احنا المؤتمر بيبقى كل سنه، فهو هيكون في فرصه ان احنا نتناقش على حاجات كتير في المؤتمر ده، بلس الاكتيفيتي السيشنز ما بتبقاش سيشنز بس عن التوبكس دي، بيبقى في جنبها ورك شوبس زي ما فاطمه قالت. غير كده احنا طول السنه بيبقى عندنا حاجات تانية او مؤتمرات تانية بنكون بنناقش فيها مواضيع تانية غير فوكس بتغطي. يعني بالظبط بنكون بنتكلم عن مواضيع تانية سواء بتخص الصيدله او بتخص المجتمع بشكل عام وهكذا. فما بنبقاش في السنه كلها بنتكلم عن حاجه معينه، بيبقى في حاجات كتير قوي بنتكلم عنها بس في خلال تعود المرحله اللي حصلت في المؤتمر. بالظبط من خلال مؤتمرات مختلفه غير المؤتمر ده. تمام، شكرا جدا يا شاهد وشرفتونا النهارده، شكرا جدا يا اميره، وشكرا جدا يا فاطمه. شكرا. كده خلصت معاكم حلقتكم النهارده لكلام من القلب وعن مؤتمر فوكس عباره عن ايه، كيفيه التنظيم، ايه اللي ممكن يفيد بيه، ومعلومات اخرى تابعناها مع بعض في الحلقه. كده خلصت حلقتكم، استنونا حلقه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.